ننتقل مع حضراتكم لخبر تاني من الأخبار اللي كانت موجودة معانا الأسبوع ده. الهيئة العامة للرعاية الصحية أعلنت عن انطلاق مبادرة الهيئة للقضاء على قوائم الانتظار داخل المستشفيات الثلاثة التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية، واللي بتستمر فعالياتها لمدة 15 يوم متتالية في المحافظة تحت شعار عشان صحتك مفيش انتظار. هي أول مبادرة للهيئة للقضاء على قوائم الانتظار، وكمان الهيئة أعلنت عن بدء العمل بميكروسكوب جراحي من أحدث وأدق الميكروسكوبات في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة والمتقدمة في العين، وده بقسم الرمد بمجمع الإسماعيلية الطبي. خلوني استقبل على الهاتف دكتور قطب السيد مدير المجمع الطبي في الإسماعيلية. دكتور قطب، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكس نيوز. في الحقيقة مجمع الإسماعيلية، يعني دكتور قطب حضرتك معايا؟ طيب، يعني يمكن يبدو ان احنا فقدنا اتصال بدكتور قطب السيد مدير مجمع الطبي في الاسماعيليه، اللي كان بدوره هيكلمنا عن مجمع الاسماعيليه وعن انطلاق مبادره الهيئه للقضاء على قوائم الانتظار جوه مستشفيات ثلاثه موجوده بالفعل في محافظه الاسماعيليه، وبتستمر فعاليات المبادره دي لمده 15 يوم متتاليه في المحافظه. تم اختيار شعار للمبادره دي متعلق بقوائم الانتظار بشكل او باخر، وهو عشان صحتك مفيش انتظار. هي دي أول مبادرة للهيئة للقضاء على قوائم الانتظار، وكمان الهيئة العامة للرعاية الصحية أعلنت عن بدء العمل بميكروسكوب جراحي، ده اللي هيكلمنا عنه تحديدا دكتور قطب السيد مدير المجمع الطبي في الإسماعيلية. دكتور قطب، بجدد التحية لحضرتك. في الحقيقة عايز أبدأ مع حضرتك بمجمع الإسماعيلية. مجمع الإسماعيلية بشكل أو بآخر هو سباق، سواء هنتكلم على التخصصات الدقيقة اللي موجودة داخل مجمع الإسماعيلية، سواء هنتكلم على الجراحات ذات التكلفة العالية اللي بتتم داخل مجمع الإسماعيلية، وأخيرا نحن نتكلم على ميكروسكوب بيقوم بجراحات دقيقة جدا ومتقدمة في العين. دكتور قطب، مساء الخير يا أستاذة ندى. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أولا أنا الدكتور قطب السيد مدير عام مجمع الطبي بالإسماعيلية. مجمع الطبي هو أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية. خلينا أقول حاجة مختصرة سريعا عن الهيئة العامة للرعاية الصحية. الهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل اللي صدر بها قرار بقانون رقم 2 لسنة 18، وهي الهيئة المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل. في هيئتين تانيين طبعا، هي هيئة الرقابة والاعتماد وهيئة التأمين الصحي الشامل. طبعا طبقا لرؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية المنبثقة من وزارة الصحة، هو تقديم رعاية صحية متكاملة بمفهوم متطور وفقا لأحدث المعايير العالمية. احنا دلوقتي بنراعي ده واحكي تقديم خدمات هيئه الرعايه الصحيه للمواطنين. يمكن دكتور قطب ده اللي كان جه في مفات سؤالي، ان المجمع الطبي في الاسماعيليه هو سباق في الجراحات سواء الدقيقه او في التخصصات الجديده او حتى ذات التكلفه العاليه. انا عايزه حضرتك تكلمنا عن الميكروسكوب بشكل موسع ومفسر اكتر. تمام، هو زي ما حضرتك قلتي طبعا المجمع الطبي في الاسماعيليه دلوقتي واحنا بنعتبره مدينه طبيه متكامله داخل محافظه الاسماعيليه بعد انطلاق المنظومه طبعا تشرفنا بزياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر فبراير. طبعا المجمع فيه حوالي 30 تخصص طبي بيضم كل تخصصات الجراحات والبطنات بشكل كبير. اخر تجهيزات وصلت لنا المستشفى كان قسم الرمد وجراحات العيون، وصلنا ميكروسكوب لجراحات الدقيقه للعين، ماركه طبعا محترمه بتكلفه عاليه جدا. الميكروسكوب ده هيمكن الجراحين عندنا في المستشفى من اجراء كل الجراحات اللي في العين زي المايه البيضاء اللي هي الكاتاركت، او جراحات الشبكيه، او جراحات الجسم الزجاجي، او القرنيه وزرع القرنيه. من ضمن التجهيزات اللي وصلت برضو للمجمع في الفتره الاخيره جهاز مقطعيه العين اللي هو اسمه OCT، اللي هو بيمكن الفريق من تصوير الشبكيه والعصب البصري وقياس زوايا العين في حالات المايه الزرقاء. الاجهزه اللي وصلت برضو لقسم الرمد بمستشفى المجمع الطبي الاسماعيليه، الكاميرا تصوير قاع العين بالصبغه، صبغه الفلوروسين، ودي حاجه متطوره متقدمه جدا. اجهزه لرسم مجال الابصار في حالات الجلوكوما اللي هي المايه الزرقاء، اجهزه كمبيوتر جديده لسه متطوره جدا لقياس النظر، وصلنا اكتر من جهاز، واجهزه لفحص قاع العين، وفي حاجه اسمها السليت لامب دي بتفحص مقاطع من العين من اول القرنيه لحد الشبكيه، واخيرا وحده كامله للليزر اللي اسمها الاربون ليزر اللي بتستخدم في علاج ارتشاح الشبكيه. فضلا الى فضل طبعا الى اجهزه القسطره واجهزه الرنين والاشعه المقطعيه وتطوير قسم الاطفال والحضانات والرعايات المركزه. تم تطوير المجمع الطبي بالاسماعيليه بشكل جذري في خلال الاربع شهور اللي فاتوا من حيث الكوادر البشريه والتجهيزات البشريه التجهيزات الطبيه ومن حيث البنيه التحتيه. احنا الحمد لله دلوقتي
ابتدينا مبادره اسمها زي ما حضرتك ذكرتي علشان صحتك ما فيش انتظار، وكان الهدف من المبادره ديت ان ما يكونش في مريض داخل محافظه الاسماعيليه منتظر اجراء او تدخل طبي. الحمد لله احنا ابتدينا يوم الخميس والجمعه وكان اجازه 6 طيب اكتوبر. دكتور قطبه يعني اعذرني على المقاطعه، بس انا عايزه ارجع مع حضرتك للميكروسكوب، هسال حضرتك عن تفصيله صغيره فيه. هل بدا العمل بيه او في حد اتعالج بيه تم استخدامه، وازاي الناس تقدر ان هي تستفيد منه؟ هو بالفعل احنا عملنا اول لسته بالميكروسكوب، الميكروسكوب لسه واصل الاسبوع اللي فات، تم تدريب طبعا الاطباء من قبل الشركه المورده للجهاز، وابتدينا تشغيل فعلا. احنا عملنا بيه لسته جراحات ميه بيضاء. الموضوع بسيط جدا، هو كل ما هنالك ان المنتفع بمنظومه التامين الصحي الشامل عن طريق التحويل من الوحده او المركز الطبي اللي تابع ليه اقرب مكان لاقامته، يتم احالته لعياده الرمد بشكل الكتروني على السيستم الالكتروني داخل عياده الرمد، بيقوم الاستشاري داخل المجمع الطبي بفحصه وتحديد الاجراء اللي هو مطلوب، وبناء عليه بيتم دخوله الى المستشفى واجراء الجراحه في اقرب وقت. احنا ان شاء الله بعد المبادره بتاعه جراحات الاطفال اللي احنا عملناها خميس وجمعه هنشتغل الاسبوع ده على قوائم الانتظار والحالات اللي كانت موجوده في جراحات. طب هل فيما يتعلق بقوائم الانتظار دكتور قطب في اعداد معينه حضراتكم مستهدفينها؟ لان يمكن حضرتك قلت جمله في غايه الاهميه، ان انتم بتسعوا ان تكون الاسماعيليه خاليه من اي انتظار لعمليات جراحيه. هو في واقع الامر احنا كل الحالات اللي رصدناها داخل المجمع اللي تم كشف عليها وتحديد جراحات ليها دي احنا بالنسبه لنا بنسميها قائمه انتظار. يعني على سبيل المثال جراحات الاطفال كان في عندنا حوالي 70 طفل كانوا مسجلين اسمائهم لاجراء جراحات، والحمد لله قمنا باجراء جراحات دي خميس والجمعه وانتهينا النهارده من الحمله دي. على نهايه الاسبوع ان شاء الله احنا راصدين حوالي 50 مريض محتاجين جراحات للعيون ميه بيضاء او ميه زرقاء، وان شاء الله هنعملهم في خلال الاسبوع ده، ثم ننتقل لباقي التخصصات زي جراحه المخ والاعصاب وجراحات العمود الفقري والجراحات العامه وجراحات التجميل. كل ده ان شاء الله في الاسابيع اللي جايه اتباعا، بحيث ان لما يجي المريض بعد كده على المجمع الطبي في الاسماعيليه تبع الهيئه العامه للرعايه الصحيه يحتاج تدخل جراحي، ما ينتظرش في خلال الاسبوع نفس الاسبوع يقدر يسجل اسمه ويعمل جراحته في نفس الوقت، وما يبقاش في انتظار للجراحات زي ما كان بيحصل قبل كده. طيب دكتور قطب اخيرا، يعني يمكن مجمع الطبي في الاسماعيليه تحت مظله التامين الصحي الشامل، برضو النقطه دي في بعض الساده المشاهدين ممكن يبقوا عندهم زي يعني مش عارفينها او مش واضحه، المجمع الطبي في الاسماعيليه بيخدم سكان الاسماعيليه فقط ام ممكن يتم تحويل حالات من مجمعات اخرى او من مستشفيات اخرى ايضا تحت مظله التامين الصحي؟ هو طبعا المجمع زي ما قلت لحضرتك هو احدى مستشفيات الهيئه العامه للرعايه الصحيه، فهو بيخدم المنتفعين منظومه التامين الصحي الشامل سواء كان في محافظه بورسعيد او في الاسماعيليه او في السويس او اي محافظه ثانيه بتنضم لمنظومه التامين الصحي الشامل تحت رعايه الهيئه العامه للرعايه الصحيه، يقدر المنتفع ياخد خدمته داخل المجمع. اما المحافظات التي لم تصل اليها حتى الان قطار منظومه التامين الصحي الشامل ففي تبادل طبعا خدمات ما بين المحافظات التامين الصحي القديم مع التامين الصحي الشامل، فاحنا نقدر نستقبل مرضى من محافظات ثانيه التي لم يصل اليها قطار منظومة التأمين الصحي الشامل. طيب دكتور قطب، يمكن أنا بدأت كلامي بأن مجمع الإسماعيلية هو سباق، إيه المستهدف بعد كده يا دكتور؟ هو طبعا زي ما حضرتك ذكرتي هو المجمع الطبي سباق، وهيئة الرعاية الصحية طبعا بمفهوم متطور لخدمة طبية متميزة برعاية وبجودة عالية. احنا المستهدف ان احنا ان شاء الله الفترة اللي جاية نقدر ندخل تخصصات ما كانتش موجودة قبل كده في قطاع الصحة او في حتى في المستشفيات الكبيرة زي الزراعات، ان شاء الله مستهدف ان احنا ندخل زراعة الكبد وزراعة الرئة وزراعة القرنية وزراعة الكلى وزراعة حتى النخاع العظمي. طبعا الحاجات دي ما كانتش بتتعمل غير في كبرى المراكز في القاهرة، ان شاء الله في خلال الفترة اللي جاية هتبقى عندنا وحدة متكاملة للزراعات داخل المستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالاسماعيلية. ان شاء الله دكتور قطب السيد مدير المجمع الطبي في الاسماعيلية، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر.